لو انت فكرتك عن الكامب دوت انه فقط حاجه تكنيكال وتتعلم هنا الشغل العملي بس، مش صح قوي. زي ما احنا عارفين ان مصر كانت ولا زالت ارض الغموض والاسرار، بس المره دي هي بتنادي علينا ان احنا نكتشف الاسرار اللي تحت ارضها بالادوات الجيوفيزيقيه. اس اي جي فيلد كامب هو مش مجرد ايفنت، هو واحد من اهم البروجرامز اللي بتقدمها اس اي جي للعالم كله. The camp will be in late August, early September, and for about 1 week. It will be all in El-Fayoum area. There are several methods will be used. أنصح جميع الشباب بالتقديم على هذا المعسكر لأن ده بي وساق لمواهبهم واكتساب خبرات جديدة تؤهلهم لسوق العمل. في النهاية جميع هذه الإجراءات سلامتكم وسلامتنا، صحتكم في المقام الأول وسلامتكم في المقام الأول حتى يعود كل شخص إلى بلدي سالما. الحاجة الانترناشنال اللي هتتعمل ومش هتتكرر تاني، فلازم إن انتوا تقدموا. مرحبا بكم في مصر. Welcome to Egypt. يوروبون إيجيبتو وشين بصول هون يونغ هامدا. Welcome in Egypt. Bienvenue in Egypt. Bienvenido Egipto. Добрый بلجبات في Egypt. Bienvenido a Egipto. Bienvenuto in Egitto.